طابت اوقاتكم اعزائي المشاهدين، واهلا ومرحبا بكم في حوار اخر. موضوع اليوم العمل النقابي في السودان، الواقع والمأمول. يمكن بدات الحركه النقابيه في السودان منذ الاستعمار في اربعينات القرن الماضي، وبالتاكيد كان لها دور عظيم في استغلال السودان، وقدمت هذه الحركه النقابيه مجموعه من الشهداء، وتعرض النقابيون لكثير جدا من الاحكامات والاعدامات والسجون في عهد الشموليات المختلفه للسودان. هل ظلت الحكومات او هل ظل العمل النقابي مثار شد وجذب ما بين الحكومات وبينها، ام ظلت النقابه هي واحده من الهواجس التي تؤرق خاطر الحركات الاول حكومات الشموليه؟ اذا العمل النقابي اليوم هو موضوع حلقتنا من برنامج حوار اخر مع ضيفي الكريمين البروفيسور ضياء الدين محمد السيد، استاذ طب المجتمع بجامعه الزعيم الازهري، والبروفيسور ابو بكر حسن محمد باش، استاذ تاريخ العلاقات الدوليه بجامعه الزعيم الازهري، ورئيس الدراسات العليا بكليه المون. هذه بروف ضياء الدين، اهلا ومرحبا بك. اهلا وسهلا، مرحبا بك، واهلا من المشاهدين الكرام. ان شاء الله المجتمع الطبي بتاعه ماشي كويس. بروفيسور ابو بكر نورتنا. اهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم في كل مكان، يعني مرحبا. زمان البروفيسور عبد اللطيف كان بيقول لنا نقابه بكسر النون وليس بفتحة، نحن نقول نقابة، نقول الصح نقابة بالكسر. فدارين مدخل تاريخي عن تعريف العمل النقابي في السودان. نبدأ ببروفيسور ضياء. طيب، نحن نشكر قناة الشروق لاستضافتنا يعني، ولأنها هي أعطتنا هذا الوقت من زمنهم. وفي البدء يعني نحن نحيي المشاهدين ونترحم على شهداء ثورة ديسمبر المجيدة، ونتمنى عجل الشفاء للمصابين، ونتمنى عودة المفقودين. يعني زي ما تفضلت الأخ الكريم، إنه قلت هو تاريخ العمل النقابي في السودان هو قديم، يعني منذ الأربعينيات القرن الماضي. يعني فعلا هو العمل النقابي في السودان بدأ يعني يعني هو بدور العمال، يعني دي مسألة مهمة جدا يعني احنا نركز عليها. يعني حركة العمال في السودان بدأت يعني مش يعني هو كتنظيم نقابي، صحيح انه هو بدأ في الأربعينيات، لكن احنا لو ما قبل ذلك يعني أول إضراب، وطبعا هي نحن لو نقول إضراب يعني ما بنربط النقابة بالإضراب طوال يعني، لكن هو كحركة نقابية يعني أو واحدة من المطالب أو من أدوات النقابات. أول إضراب كان في السودان كان في سنة 1908، اللي هو ده بعيد شديد من الأربعينيات يعني. هو لما أضربوا عمال المناشير بتاعت الخشب دي يعني، أضربوا يعني مطالبين بزيادة الأجور بتاعتهم يعني. يمكن نكون نحن ده يعني ده التاريخ الرسمي المكتوب، لكن ما قبل ذلك يمكن الناس ما، لكن هو 1908 دي بدايه العمل. ده اول دقه مسمار كده للنقابه. ايوه، اول دقه مسمار في النقابه يعني. نعم. بعد ذاك يعني هو يعني يمكن يكون لانه ذاته اصلا ما كان في عمال وما في كان عمل رسمي يعني في السودان، وعمل ماجور يعني. لكن في ثلاثينيات الغرب بدأ العمال في تكوين تنظيم نفسهم. نعم. وبدوا تنظيم نفسهم بانشاء وتأسيس أندية العمال. ففي سنة 1934 أنشئ ثلاثة أندية، أو أسست ثلاثة أندية في 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 في, في مدن الخرطوم، العاصمة الثلاثة كان في بحري وفي مدرمان وفي مدرمان. يعني أنشأوا عمليات أندية العمال. بعد ذلك كان هم في خلال هذه الفترة يعني كانوا هم يعني بيشتغلوا يعني في حلقات سرية يعني. لكن الحركة او المطالب يعني المعلنه علنا يعني بدات في سنه 1948، وبدات في عطبر يعني عمال السكه حديد هم بدوا ويعني يطالبوا بالنقابات بتاعتهم يعني بتكوين النقابات يعني. ويعني كان في مظاهرات وفي احتجاجات وفي اضرابات لغايه ما المستعمر الانجليزي وافق. لكن المعركه بتاعت النقابات استمرت فتره طويله جدا، وكان فيها يعني فيها العمال تعرضوا للسجون وسقطوا شهيدين يعني في 48 بالذات. في 48 بالذات. نعم. يعني اللي هو الشهيد غرش الطيب والشهيد عبد العزيز دريس. نعم. اللي هم من عمال عطبره يعني. نعم.
بيبقى انه هو الحركه العمال هم سبقوا كل المهنيين وكل العمال في السودان بانه بتاسيس نقابه. انا يعني بروف ضيادين بما تفضلت به انا هحول الكلام لبروف وقف انه ارتبطت النقابات دائما في اذهان الناس في العصر المعاصر الان او في السنوات المعاصره بالاشتراكيه. دائما بيربط النقابات بالاشتراكيه وزي ما تفضل بروف ضيادين قربته بالعمال. فهل القصه دي هي بس مرتبطه بالاشتراكيه ولا العمل النقابي هو عمل انساني؟ نعم. عشان الناس برضو تصل ل ل ل لصيغه تاريخيه محكمه، يعني هل هي فقط ارتبطت بالاشتراكيات ولا هو عمل انساني؟ واحساس الانسان بانه محتاج زي ما تفضل قبل بروف ديا شغل نقطه مهمه جدا، قال العمال اضربوا لحقوقه، معناه هم احساس بفئه مستضعفه. نعم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، انا في البدء احيي الشعب السوداني جميعا بانتصار ثورته، ثوره ديسمبر الخالده، والتحيه ايضا للشهداء الاكرم منا جميعا، والتحيه ايضا للجرحى وعاجل الشفاء لهم، وكذلك ايضا نتمنى عودة المفقودين كي تستقر كل الأسر السودانية ويذهب الجميع إلى مظانهم في تحقيق أهداف الثورة. حقيقة مسألة النقابة هي شكل من أشكال منظمات المجتمع المدني العابرة للطائفية وللجهوية وللمجتمع التقليدي عموما، وارتبطت ايضا بالمجتمع الحديث، بمعنى انه النقابات على المستوى العالمي ارتبطت ايضا بظهور الثوره الصناعيه في اوروبا، ويمكن كانت الاولى النقابات في بريطانيا، الثوره الصناعيه في بريطانيا كانت 1825 من عصور النهضه يعني. نعم، من عصور النهضه. فاذا هي حركه انسانيه تعبر عن حقوق طبقه عامله في تحول طبقه في المجتمع من مجتمع اقطاعي الى مجتمع صناعي، والمجتمع الصناعي يعني بدات ترتسم فيه صورة جديدة للحراك. اللغاء العمال كطبقة عاملة ولكنها تعرضت إلى الاضطهاد من خلال الاستغلال الرأسمالي لهذه الفئة العاملة، وهناك حديث كثير جدا. لكن مسألة الاشتراكية، نعم هي الاشتراكية أصلا هي ذات بعد إنساني أساسا، لكن النقابة بوصفها هذا الذي تحدثنا عنه، إذا كانت هي عابرة لكل هذه المكونات، إذن هي تعبير شكل إنساني يعبر عن حقوق الأفراد وكذا. الاشتراكيون عموما هم من بادر بالاهتمام بحقوق الطبقة العاملة في كل العالم، لذلك واليسار عموما اليسار العالمي يهتم كذلك بحقوق الطبقة العاملة باعتبار أنه يتكلم عن المجتمع الطبق وإزالة الفوارق الطبقية. لذلك يعني المسألة أصبحت وكأنها هي يعني مرتبطة بالاشتراكية حصرا، ولكن هي ذات طابع إنساني تعبر عن حقوق العمال وحقوق كل الفئات المهنية، عاملين وموظفين وتقنيين وإلى آخره ومهنيين في كل المجالات. ليس بالضرورة أنها هي تعبر عن فقط مصلحة طبقة محددة. يبقى نحن حقو نقول عشان برضو لتوضيح التاريخ أنه النقابات هي جسم موجود ما قبل الأيديولوجيات الحديثة، زي ما تفضلت في عصور النهضه ما كان في ايديولوجيات حديثه، لكن ما اتت به الايديولوجيات بالذات الماركسيه عظم هذه الايديولوجيات سنة على النقابات العمل النقابي، باعتبار انها هي ايديولوجيات محافظه على حقوق الطبقات البسيطه العامله. افتكر القصه دي كده ممتازه يا بروف ضياء الدين. نعم، هو زي ما تفضل بروف باشا انه هي العمال هم بحكم انهم هم الاكثر يعني اضطهادا، هم واقعين واقع عليهم الاضطهاد. يعني النقابة بتخلق توازن. هي مش توازن، لكن هم ما يعني هم يعني اول ناس التفتوا لحقوقهم الضايعه. لانه هو يعني عاده لما عصر النهضه لما ظهر والثورة الصناعية كانت كل المصانع دي هي مملوكة لأفراد لشركات لا الإقطاع كان انتهى لما ظهرت الثورة الصناعية. يعني انتقل المجتمع الأوروبي من الإقطاع إلى الرأسمالية، والرأسمالية هي يعني كانت بيوتات وكانت أفراد هي يعني يمتلكون هذه الشركات والمصانع وبشكل العمال. ففي جزء كبير جدا من جهد العمال بيضيع، يعني العمال يعني المقابل او الاجر اللي بيتلقوه هو باقل كثير جدا من الجهد المبذول. نعم. ومن وقتهم
والضائع، فهم اول ناس التفتوا لحقوقهم الضائعه، عشان كده هم كونوا يعني طالبوا بالنقابات يعني لان هي النقابات بتضمن لهم انهم هم يعني الاجر المجزي. يعني انا مرات لما بروف ضياء وبروف ابوك لما نقوم عايل ترتيب العمليه السياسيه في اوروبا او في الغرب بشكل عام و الوضوح في هذه العمليه السياسيه، بشعر انه الدور الاساسي ارتكز على قوه النقابات. فإلى أي مدى عالميه النقابات في 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 تاثيرها الكبير واهميتها في استقرار العمليه السياسيه في بلدانا؟ والسؤال مشترك لكم الاثنين. تفضل. نعم. يعني هي النقابات هي حقيقه اسبق في تشكيله وتكوينها من الاحزاب السياسيه. نعم. الاحزاب السياسيه ظهرت في اوروبا حوالي 1850 ميلاديه تقريبا. والنقابات سبقت هذا الامر. نعم. وسبق النقابات ارتبط زي ما كما تفضل بروفيسور ضياء بمساله يعني الفارق ما بين يعني الجهد اللي بيبذله العامل وما بين القيمه المستحصل من خلال جهده وعرقه اللي بيقدم يعني. ولكن هي عموما التحولات التي جرت في هذه المجتمعات الصناعيه ليس في الغرب واوروبا فقط، حتى في امريكا يعني، جعلت هناك شكل جديد من الـ يعني الـ نسميه الالتفاف حول القضايا الفئويه الخاصه بكل فئه. لذلك هي اسبق فعلا من الاحزاب السياسيه. ولكن هي كانت ركيزه ايضا في مجتمع حديث. المجتمع الحديث الذي انبنى عن طبيعه التكوينات النقابيه هو الذي اسس لعمليه الاحزاب السياسيه. ولكن تظل النقابات هي جسم مستقل عن الاحزاب السياسيه، هي مكون اساسي في البناء يعني القيمي، في البناء الثقافي الاجتماعي والبناء المهني في اي دوله اسبق من الاحزاب السياسيه. ودائما الانتساب لها بيكون انتساب عام يعني لطبيعه المهنه، يعني عامل مهني فني صناعي الى اخره، او كان استاذا جامعيا مثلا، الكل هو يبحث عن هذا الاطار بغض النظر عن انتماء الحزبي او انتماء الايديولوجي. هذا هو الاختلاف ما بينه وبين الاحزاب السياسيه. لذلك هي ساهمت في صنع النهضه الاوروبيه واستقرارها واستقرار العمليه السياسيه في هذا. بروغدي عندك باقي مواصله ولا؟ والله طبعا النقابات بتضمن للعمال انهم حقوقهم ما تضيع. نعم. يعني مش العمال بس، يعني بعد ذاك هسه هو في السودان زي ما نحن قلنا بدا بالعمال، لكن بعد قانون 66 دخلوا الموظفين والمهنيين الاخرين في تكوين. هل ممكن نعتبر انه مؤتمر الخريجين للاسف 38 دي جزء عمل نقابي؟ لا، نحن ممكن نعتبره يعني منظمه مجتمع مدني اقرب لكن اقرب النقابه، لكن لفئه معينه. هو ما بين النقابه والحزب، بين النقابه والحزب السياسي. لانه في عام يعني بعد مذكره مؤتمر الخريجين في 38 1942 هو تاسس في 38، هو تاسس في فبراير 38 يعني. ولكن مذكرته الشهيره في كانت في 1942 الوقاب ريم احمد. اي نعم. ادت بعد ذلك الى انقسامات داخل المؤتمر وتحول الى الحزب السياسي. نعم. لكن الشكل اللي قام به المؤتمر في فبراير 38 هو اقرب للشكل النقابي يعني. النقابي. والفكره اصلا ماخوذه من حزب المؤتمر. نعم. الهندي. نعم. نعم. ده بيقودنا لكلام بروف ضياء الدين قبيل عن عبره. يعني انا طوالي دار في ذهني اسماء كبيره جدا نقابيه في السودان. فخلونا نتذكر رموز نقابيه على التاريخ السوداني. قبيل قلت المرحوم ورش الطيب، بالمناسبه مجموعه من عبره سموا اولادهم على ورش الطيب ده بعد ذاك. انت من عبره ولا لا؟ لا. لكن التقيت كم نفر ودائما مره بتسال يعني مثلا تلقى زول سموا ولده مثلا الشهدي، فبالتاكيد مش ليه شهدي عاطيه. عاطيه. اي زول يتولد مثلا من بعد 75 76 الشفيع واضح انه والده ماركس يعني على الشفيع احمد الشيخ. فالقصه كده يا بروف واضحه. هو طبعا النقابيين الاوائل في 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 عبره كانوا هم يعني هم طلعوا من رحم الحركه الثوريه من ومن رحم الحركه المناهضه للاستعمار. وده هو طبعا بيدلل على ارتباط الحركه النقابيه بالحركه الوطنيه. أيوة. من اجل الاستغلال يعني. فبنذكر منهم يعني كمثال الشهيد الشفيع احمد الشيخ وقاسم امين ومحمد السلام، محمد سيد السلام. وحتى الحزب الشيوعي ما بدا بالجبهه المعاديه للاستعمار. الجبهه الحزب الشيوعي كان اسمه الاول. ايوه هو كان بدا كحركه معاديه للاستعمار.
ايوه نعم. بعد ذاك تحول للحزب الشيوعي السوداني يعني، والحاج عبد الرحمن، لكن ما كل النقابيين اللي هم طلعوا في عطبره هم كانوا كلهم شيوعيين. اي لا طبعا يعني نعم. في كان هو اول رئيس لنقابه عمال السكه الحديث في عطبره كان سليمان موسى، وما ما ما اظنه كان هو في في في, في الحزب الشيوعي السوداني يعني. موسى ميتي نعم. لكن يعني هم اسهموا يعني. يعني انا 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 بعض التحليلات فيها شيء من اللطافه يعني والحزن مع بعض، انه واحده من الاسباب التي دفعت الرئيس جعفر النميري لإعدام الراحل الشفيع أحمد الشيخ مسيرة التأييد العمالية عملتها أن يوم لحركة يوليو 19 بعد انقلاب هاشم العطا، فهو افتكر النميري أنه الشفيع مؤيد لهذه الحركة وبدلات أنه وكان رئيس نقابات عمال السودان، وأنه هذه المسيرات ما طلعت من الشفيع خلاص وبالتالي هو مؤيد أو جزء من الحركة، لكن تاريخيا الشفيع لم يكن جزء من الحركة التصحيحية خالص بإثباتات الوصايا وكده. فده بقولنا لأنه هل إحنا استفدنا كنقابات سودانية بعد ذلك من كاريزمة هؤلاء النقابيين، من خصائص هؤلاء النقابيين، من تاريخ هؤلاء النقابيين، ولا ظلت كل نقابة سودانية تسير على حدة؟ يعني أنا أريد بس أتحدث عن جانب تاريخه. والحقيقة الشيخ أحمد الشيخ طبعا صحيح أنه هو رجل نقابي، ولكنه كان عضو مكتب سياسي في الحزب الشيوعي السوداني نعم. يعني ونقابي عالمي، ونقابي عالمي كان هو ايضا يعني من الرموز النقابيه العالميه. يمكن بروفديات نعم. تعرض الى هذا الجانب. الحركه النقابيه السودانيه كانت هي الاميز على المستوى العربي والمستوى الافريقي والمستوى حتى المستوى العالمي نعم. بدليل انه بعض الرموز اخذت مناصب، رموز نقابيه سودانيه اخذت مناصب مهمه جدا في اتحادات عالميه. اخذت وسام لينين نعم، ومن اعلى الاوسمه في الاتحاد السوفيتي، وكذلك في اتحاد الطلاب العالمي. كل المنظمات النقابيه العالميه كان في وجود مؤثر جدا جدا لنقابيين سودانيين. هذا الامر دليل على انه يعني انه الحركه النقابيه عندها من القدرات الذاتيه والخبره بما جعلها هي يعني تمثل احد الرموز المهمه جدا على المستوى العالمي. نعود لموضوع الـ يعني الـ هل الحركه فعلا استفادت يعني من يعني من الرموزيه من الرموز دي؟ هو نعم. نحن لا ننسى انه بعد 19 يوليو طبعا بعد بدت مرحله في تاريخ السودان مختلفه تماما، ويعني حجمت الكثير من الفعاليات النقابيه والرموز النقابيه. انتهى الأمر بسقوط نظام جعفر نمير في أبريل 85، ولكن لم تحصل الديمقراطية، نحن لم نفرح حقيقة كثيرا بالديمقراطية، لإعادة بناء المنظمات النقابية والعودة إلى الوجه الجميل كان والرائع جدا للنقابات. أربع سنوات أو ثلاث سنوات جاء الإنقلاب 30/6 المشؤوم يعني، وهذا الأمر استمر 30 عاما. نحن الآن أنا ما أريد أفصل كثيرا في هذا الجانب، ولكن نحن نعاني الآن تقريبا يعني هذه المرحلة التاريخية جعلت هناك واقع بدائي حقيقة يعني في نظر النقاب، لأنه حلت النقابات وأعيد تشكيلها بطريقة تنسجم مع الإطار الأيديولوجي، مع الخطاب السياسي للنظام الشمولي في 30/6. ففقدنا الكثير من الفرص وفقدنا الكثير من الرموز، وحصل عزوف حقيقة من كل القطاعات. العمال لم يعد هم يمثلهم، مثلا غندور باعتباره هو بروفيسور الطبيب لا يمثل الحركة الطبقة العاملة يعني، وكذلك قطاعات مختلفة مثلا يعني، لأنه طبيعة نقابة المنشأة والشكل الأوجد هو كان ذو أهداف أمنية وذو أهداف سياسية، أضطر كل المنظمات النقابية في إطار واحد، وهذا الأمر حقيقة جهل قطاعات واسعة جدا، وجعل الكثير جدا من كل المعنيين في قطاعاتهم يكون يعني يصابوا بالإحباط والعزوف والهروب حتى من هذا العمل. لذلك لم ترشح لنا يعني صارت يعني أنت بتشير أنه مثلا وجود بروفيسور غندور كطبيب مثلا شهير وكطبيب أسنان لا يمكن يكون جزء من نقابة العمال، فتتعين سياسي. لكن أنا كنت أرجع لحتة مهمة جدا عشان برضو نسوق تاريخ النقابات بشكل إيجابي أكثر. واضح انه جعفر نميري بالاتحاد الاشتراكي اراد ضرب النقابات. قبل بروفيسور ضياء الدين كنت معلق كان ابتسامتك تبدو كان تعليق على كلام اللي قلناه قبل شويه.
ايوه انت لما انت قلت سالت عن هل الغاب النغابين ديل هم اثروا على نعم. على الاجيال نعم. بعد نعم. بالتاكيد هم يكون عندهم اثر، لكن احنا بنقول انه هو التاريخ يعني انا افتكر في كل لكل مرحله تاريخيه عندها رجال وعندها قادتها، يعني اي حراك اذا كان هو حراك سياسي حراك نقابي حتى حراك رياضي عنده القاده بتاعته نعم. وفي كل مره دائما بيسهروا نعم. بيسهروا القاده يعني والحركة المدنية يعني إذا كان هي احنا اعتبرنا النقابات جزء من مؤسسات النظام المجتمع المدني هي دائما بتفرز هنا الغادة النقابين الأوائل هم أرثوا يعني القواعد الأساسية للنقابات وخطوا الأسس وخطوا نظم فالناس الناس اللي جو بعدهم مشوا برضو على هذه الأسس هم ما كانوا شخصيات يعني ما كانوا يعني شخصيات مقدسة كده ده لكن هو خط نظام كل الناس اللي جات بعدها جاوا بعدهم هم مش على هذا النظام بالدليل يعني أخذ الناس بالنظام اللي هو رفض نقابة المنشأة لأنه هي نقابة الفئة دي هي مش على التجربة السودانية التجربة السودانية يعني أصيلة وكل النقابات في السودان يعني تأسست على الفئة لما جاءت نقابة المنشأة اترفضت من كل الناس اللي كانوا شغالين فينا ومن كل العاملين ده ليه؟ لأنه هو الناس ماشية في على النظام الأساسا وورثوه ومشوا عليه وطوروه يعني نعم ليه قدام نعم. يعني بروفوكر أنا إذا داير قوم أسيطر على دولاب العمل في الدولة بالتالي أسيطر على النقابات لأنه أي خلل في النقابات معناه إيقاف دولاب العمل فبالتالي أقدر أسيطر على الدولة ده المفهوم زي ما قال إدوار سعيد في كتابه المثقف والسلطة ده المفهوم السعيد لكل حاكم ديكتاتور أو ظالم فبقصة تسهيس العمل النقابي ده يعني أنت حقيقة سهلت علي الإجابة بهذا يعني ربطت الموضوع بالأنظمة الشمولية يعني نعم يعني هي النقابة عموما ما هي بتعبر عن دائما حاجات الفئة يعني المعنية بالأمر ولكن يعني مشكلة الأنظمة الاستبدادية هي دائما بتحاول تدجن كل النقابات وتعيد هيكلة العمل النقابي وتعيد هيكلة حتى الأحزاب السياسية وتعبث حتى بالبناء التنظيمي لهذه الأحزاب في شكل انشغالات انقسامات وكذا يعني. لكن في نقطة جوهرية مهمة جدا يعني في السودان وأنا سطرت في الإجابة في السودان مشكلة هذا الشرذمة والتشطير التي تجري لهذه الأحزاب والنقابات تؤثر على بنية الدولة نفسها والمجتمع نفسه باعتبارها مجتمع تقليدي يعني مجتمع جذور بدوية غريبة جدا لم تحصل عملية تشكل وطني حقيقي عميقة بالتالي الإطار النقابي هو حقيقة متقدم على الدولة ومتقدم حتى على الأحزاب السياسية ودائما لما تحصل نكسة آخر ما يتبقى في خط الدفاع هم هي النقابات لذلك هي تستهدف من الأنظمة الاستبدادية تؤثر عليها ومن الطبيعي جدا تحاول الأنظمة الاستبدادية في أنها تسيطر على النقابات كي تضمن على الأقل إيقاف الحركات الاحتجاجية المطلبية الممكن هي تتحول يعني نحن حتى الآن في ثورة ديسمبر قطاع واسع جدا جدا من الشعب لا علاقة له بالعمل السياسي المباشر ولا علاقة له بالأحزاب ولكن عبر عن قضايا مطلبية أيضا نعم يعني نعم يعني في القضايا المطلبية وفي دولة زي السودان أيضا ارتبط القضية المطلبية بالقضية الوطنية نعم عموما يعني نعم فلذلك الاستبداد هو غرين الفساد الاستبداد هو غرين أيضا المحاولات التدجيل لكل المشهد السياسي أو النقابي يعني خلينا نقول أنه إذا كانت النقابة موالية مشكلة وإذا معارضة برضه مشكلة في الحالتين تكون مشكلة لترتيب الدولة هي لابد أن تكون النقابة زي ما تفضلتوا بتعريف أنها جسم محايد مهمة جدا لا مع ولا ضد مع الدولة الحكومة القائمة مستغل بأشياء وبتفاصيله ده بيقودنا لفروقات أو الفرق بين النقابة والاتحاد والنقابة الفرعية عشان برضو الناس حقبيل في سرد نقول والله يا أخي مؤتمر خيريين ببدايته أشبه بالنقابة فشنو الفرق بين النقابة والاتحاد والنقابة الفرعية لكن نسمع الإجابة بعد الفاصل تابعونا أعزائي المشاهدين بعد الفاصل متواصلين أعزائي المشاهدين نحن لسه في حوار آخر وضيفي البروفيسور ضياء الدين محمد السيد أستاذ طب المجتمع بجامعة الزعيم الأزهر والبروفيسور
او وكر حسب محمد باشا استاذ تاريخ العلاقات الدوليه بجامعه الزمالك الاسري ورئيس الدراسات العليا بكليه الامام الهادي. ظروف ضياء الدين قلنا الفرق بين النقابه والاتحاد. ايوه طبعا نحن قبل قلنا انه هي النقابه واحده من مؤسسات المجتمع المدني يعني. نعم. النقابه هي في الاساس جسم مطلبي يعني بيأسسوه العاملين اذا كانوا عمال او موظفين او مهنيين انه هم عشان يحققوا به المطالب بتاعتهم اللي هم بيشوفوها مشروعه يعني. نعم. واللي هي تحسين الاجور وقضايا المعيشه والتامين الصحي وخلافه يعني الحاجات المعروفه دي النقابه الفرعيه هي دائما يعني دي هو اكور يعني حسب قانون 1970 اللي هو كان في زمن ناس نميري ويعني اضاف حاجه جديده اللي هي النقابه العامه. النقابه العامه قبل كده ما كانت في نقابه عامه. بقت انه لما تكون في نقابه عامه معناته انه في نقابه فرعيه، يعني بقى انه اي مجموعه شغالين في 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 مكان محدد تبع مهنه محدده انه ممكن يكونوا عملوا فرعيه للنقابه، يعني النقابه الفرعيه هي جزء من النقابه العامه للمهنه المحدده يعني. لكن دي بضعيف يعني النقابه يا بروف بكر ولا بقول لا ما انت هسه عايز التعريف لكن التقويه والهلال ده وفي طبعا هو اي حاجه عندها محاسن عندها مساوئ يعني. يعني النقابة يعني كمثال مثلا نقابة الأطباء، في نقابة الأطباء العامة لكن في تلقى انه في كل مستشفى في نقابة فرعية. النقابة الفرعية هي بتكون محلية في مكان. هؤلاء يعني بيكون في مناديب من النقابة الفرعية عشان يكونوا النقابة العامة. يعني بيكون الجمعية العمومية الجمعية العمومية بتنتخب اللجنة التنفيذية للنقابة العامة يعني. صحيح انها هي يعني بتضعف العمل النقابي يعني لكن اساسا هو قبل ما يكون في القانون كان في تنسيق بين النقابات يعني لكن ما هي الحاجه المهمه ان هي يعني بيكونوا النقابيين بيكونوا هم شغالين كلهم مع بعض يعني بدل ما انه هم كل نقابه فرعيه تقوم تقدم مطالبها يعني عن يعني بمعزل عن الاخر وبيبقى ان هي بتوحد العمل النقابي لكن انت كنت بتضعف صحيح يعني انه هي بتبعد ان اللجان بتاعت النقابه العامه من, نعم. من القواعد يعني دي مساله مهمه يعني. طيب بالنسبه للاتحاد في نوعين من الاتحاد نحن لما نيجي نتكلم عن الاتحاد نتكلم عن نوعين من الاتحاد. في الاتحاد عام النقابات وفي الاتحاد المهني. افتكر انك انت بتقصد الاتحاد المهني لكن خلينا نتكلم عن الاتحاد العام بتاع النقابات. الاتحاد العام للنقابات ده برضه ايوه هو يعني جاء بعد قانون 1966 ما كان في ما كان في اتحاد عام للنقابات كان في اتحاد عام للنقابات العمال لانه هم اللي بدوا لكن بعد 66 لما يتعمل القانون بتاع 66 يعني عمل يعني سمح للموظفين المهنيين انهم هم ينشئوا النقابات بتاعتهم قبل 66 ما كانت في نقابات. طيب بقى انه هي المهنيين عملوا نقابات الاطباء المهندسين بتاع ديل يلا هم قاموا عملوا الاتحاد العام للنقابات المهنيين. نعم. وبقى في اتحاد عام نقابات المهنيين المعلمين والموظفين والعمال اصلا هو موجود ده اتحاد عام النقابات. لكن في الاتحادات المهنيه اللي هي دي يعني يضع عليها القانون بتاع 2010 بتاع النظام البايد يعني نظام المؤتمر الوطني فده اتحاد مهنيه ما عنده علاقه بالمطالب بتاعت العاملين هو يعني اشبه بانه اتحاد اكاديمي يعني بيهتم بالاكاديميات بتاعت المهنه المحدده ويعني رفع المقدرات بتاعت المهنه وتطويرها يعني رغم انه هو اصلا قبل الاتحادات المهنيه اللي هي عملوها حسب قانون 2010 كانت في الجمعيات الهندسيه وفي الجمعيات الطبيه وفي الجمعيات الزراعيه كانت بتقوم بالعمل ده يعني فبقى انه هو زي في 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 يعني تكرار للعمل يعني او الزواجيه في العمل يعني فالاتحادات المهنيه اصلا ما قدمت اي خدمه للمهنيين اطلاقا خالص ما قدمت وكرة نقابه المنشا اي نعم يعني انا خليني ارجع شويه للموضوع استكمال لحد ما تفضل به بروفيسور ضياء يعني خلينا نضع مثلا مثال يعني نقابه الاساتذه الجامعات والكليات والمعاهد العليا مثلا دي يمكن تكون دي نقابه عامه
ولكن في كل جامعة ممكن تكون في هيئة نقابية، وفي كل كلية ممكن تكون في نقابة فرعية، وفي كل يعني في كليات كبيرة مثلا ممكن على مستوى الأقسام ممكن تكون في وحدة نقابية بسيطة جدا. يعني موضوع الهيكل ده في النهاية بينشأ، لكن يعني القانون الجديد اللي اصدرته اللجنة هو الحقيقة مشروع قانون اللجنة النقابية لتجمع المهنيين، اصدرت مشروع في 2019 والمفترض يعني ينشر خلال ايام للنقاش والتداول ويمكن مطروح على بعض. بيعمل شنو القانون ده؟ نعم بيعمل شنو؟ هو بيفصل يعني بيعرف ما هي النقابة وما هو الاتحاد، ما تفضلت به وانت من اسئلة. نعم. فيه تقريبا يعني، وفي بعض القوى السياسية قدمت مشاريع يعني منها البعث والشيوعي والاتحاديين قدموا ايضا رؤى يعني، ويمكن ده يطرح سؤالك يعني المهتمين حقيقة بالقوى الحديثة قدموا مشاريع يعني لتأسيس النقابات، فهي بالعكس بتشكل وحدة يعني. نحن مثلا في أساس الجامعات حقيقة والحديث في نقابة المنشأة كانت هذه النقابات في كل جامعة أمرها يدبر بليل، يعني لا أحد يعرف عنها شيء، وهي قائمة بتعلق في لوحات الإعلانات في بأسماء النقابة الجديدة، يمكن يقولوا بالتزكية وكذا، لكن لا يستشار أستاذ ولا عامل ولا موظف، الكل محشور أنا أقول في هذا الجسم، لا الأستاذ يجد نفسه ولا الموظف يجد نفسه ولا التقني يجد نفسه ولا العامل أيضا يجد نفسه في هذا، الكل ظلم. ولكن من ظلمه؟ ظلمه تنظيم سياسي. يعني لذلك أنا بقول أنه يعني هو الاستبداد حقيقة هو أوجد هذه الصيغة لأسباب أمنية وأسباب سياسية. نعم. بل أذهب أكثر من ذلك، يعني حتى منظمات المؤتمر الوطني المنحل وهي تنظيمات سياسية غائمة كانت في هذه الكذا في هذه الجامعات بتجيب الغائمة في وتعلقها باعتبار أن هي غائمة النقابة، حتى تنظيمهم لا علاقة له بهذا التنظيم. يعني الاستبداد وصل لأنه يعني استبعاد وتهميش حتى التنظيم الداخل من عنده حق يختار يعني. نعم. ما خلاص فلذلك نقابة المنشأة حقيقة كانت هي عمل شائه لمسألة النقابة، وأنا ما أقول أنه هو لا مثيل لها أصلا في تاريخنا النقابي الممتد بالعمر، لأنه أسس على أسس يعني نقابية سليمة جدا بفهم نقابي سليم جدا وعمل مؤسسي استفادت منه نقابات حولنا، يعني ليس في السودان فقط وإنما حولنا من في أفريقيا وفي المنطقة العربية، وكنا دائما بنقدم إحنا خيرة النقابيين لكل هذه المنظمات كي يرشدوهم على الصيغة النقابية السليمة اللي تغيد مجتمعاتهم. أنا ده بقول لي نعم، أنا بقول لي نقطة مهمة جدا اللي هي القوانين المنظمة لعمل النقابات. يعني برضو لما أنا عايل لنقابة شو واحدة من الأشياء المهمة برضو حق الناس تحترف إنه مثلا كتابة التاريخ صعب إنك تكتب التاريخ دون الميل إلى جانب ما، دي أصلا ما فيها اثنين ثلاثة، إنه يا تدخل الأفكار يا المشاعر الإنسانية، لا يمكن أن تعزي النقابة، ودي نقطة مهمة جدا اللي بتقودنا لقوانين منظمة عمل النقابات، التعزي النقابة بأفرادها من ميولهم السياسية. صحيح النقابات سبقت الأحزاب، لكن بعدك أصبحت الأحزاب هي المقوم، هي الأساس في الحركة الفكرية الإنسانية. فنحن بقودنا لي أنا داير قوانين تعزي لي النقابة حتى من ميول السياسية. فده بقول ظل السؤال المحور يعني. هو في كل فرق نعم. في كل زمان وكان يا بروف وبكر وحاجة تجيب عن السؤال ده. يعني هو في فرق بين الميول السياسية والميل الوطني يعني. نعم. يعني أنا في الاهتمام بقضية وطنية عامة. يعني الآن النقابات مثلا في الثورة في ثورة ديسمبر نعم. لعبت دور مهم جدا يعني، لكن اهتمام كل نقابة وكل شريحة بالقضية الوطنية يتباين. يعني مثلا نقابة الأساتذة يعني زي ما تفضل برغضياء، هي نقابة صحيح هي تهتم بحقوق أفراد، وخاصة في الفترة السابقة نحن الأستاذ الجامعي عانى معانا حقيقة نعم يعني. نعم. ولكن أيضا هي تهتم بالبيئة العامة والبيئة وتحسين البيئة والإنفاق والميزانية، دي كلها قضايا سياسية. نعم. عندما تطالب هي تصبح قضايا سياسية وهي قضايا وطنية. إذن النقابة صحيح أنها هي منظمة يعني قائمة على أسس يعني عابر كما ذكرت للأيديولوجيا للانتماء السياسي، ولكن من المؤكد الأحزاب السياسية بكلها تأثير بشكل أو بآخر في يعني داخل هذه النقابات. نعم. بس نحن نميز النقابة مش كلها هي بتصدي، يعني أنا ما بضرب كنقابي
لأنه الإضراب وكأنه هو يعني واجب دائم ومستمر أنا أديه أبدا. أنا ما قمت أصلا، لم أنشأ النغابة كي أضرب، أنا أنشأت النغابة كي أدافع عن المصالح. ولكن إذا اصطدمت المصلحة بالفئة الحاكمة وتعارضت، حينئذ تتحول النغابة إلى جسم معارض وتأخذ مطالبها، بتأخذ شكل سياسي. يعني تحسين الأجور، لماذا لا تتحسن الأجور؟ لأنه في صرف على ماذا؟ على إنفاق بزخي، إنفاق يتعلق ب يعني الفساد إلى آخره. طيب في الحالة دي المطلب يكون مطلب تقريبا سياسي، ولذلك النغابة تتخطى الجانب المطلبي إلى الجانب السياسي، وهي تسهب مع الجميع إلى إزالة النظام الحاكم الاستبدادي وكذا. لا تستطيع أن تعزل هذا الأمر، لكن أن يدعي حزب سياسي بأنه يقود النقابة وباسمه إلى يعني إلى كل الاتجاهات الممكن تؤدي إلى التغيير، هذا الكلام غير واقعي. أي لكن ظروف موجود، ظروف معليش، يعني نحن بنشوف النقابات إنه الأحزاب نفسها حتى في فترة الإنغاس النقابات الكبيرة دي الأحزاب تتبارى فيها. يعني اليسار عنده ناس ودائر يمسرك نقابة مثلا المحامين، الإسلامي يسرموا نقابة المحامين كده. ولكن بعد ذاك يظل السؤال علاقة الدولة نفسها بالنقابات مفترض تكون كيف؟ الشكل الأمثل يعني هو الشكل الأمثل أن تكون في استغلالية، يعني النقابة يعني في وضع ديمقراطي. في فرق بين أنك تكون في نقابة في نظام استبدادي ونقابة في ظل ظروف ديمقراطية. نعم. النقابة في ظل ظروف ديمقراطية تعمل بمعزل عن تأثيرات الدولة. يعني حتى نحن القانون اللي يمكن الصدر الجديد هو بينظم العمل النقابي، لكن الشكل الطبيعي جدا للنقابة أنها تنشأ بعيد عن الدولة بإرادة ذاتية من المكونة الاجتماعي أو النقابي في أو المهني بمعزل عن الدولة تماما، ولكن هي تلتغي مع الدولة وتتقاطع معها أحيانا حسب مصالح أفرادها، ولكن تلتغي مع الدولة في المصلحة الوطنية البعيدة في موضوع في حاجات أساسية، يعني موضوع الأمن الوطني والمصلحة الوطنية تلتغي مع الدولة بالتأكيد. يعني مثلا الدولة خاضت حرب، ممكن النقابة تكون هي خاضت حرب مثلا فرضت عليها، يعني وين يكون موقف النقابة؟ يعني العمال مثلا يعني يضرب على العمل في هذه اللحظة؟ لا صعب. طيب يبقى قرار حل النقابات والاتحادات وفق لجنة قانون إزالة التمكين. وطبعا يعني انا بس اسمح لي قبل ما اجاوب على السؤال ده يعني اضيف حبه بسيطه في يعني هو اللي بيضمن استغلاليه العمل النقابي هي النقابات ذاتها ونظام الاساسي هو القوانين اللي تكلمنا عنها. النظام الاساسي هو النقابات يعني بيضمن لك استغلالته من تقول اي جزء ثاني. بعدين القرارات المهمه في القرارات في النقابات بتتخذها الجمعيات العموميه، ما بتتخذها اللجنه التنفيذيه. ما انت اذا انت كنت قصدت انه بالاحزاب انها هي مسيطره على النقابات، هي ممكن تكون مسيطره على اللجنه التنفيذيه يعني، لكن الجمعيه العموميه ما كلها هي تابعه لحزب محدد، يعني بتلقى ان كل الاحزاب هي موجوده فيها وبتكون هي الجمعيه العموميه هي. طيب بالتالي يعني امتدادا لهذا الكلام انه الجمعيه العموميه انه هي اي نقابه مهما كانت في اي فتره من الفترات التاريخيه بتاعت النقابات اللي بيحلها واللي بيعملها منه هي الجمعيه العموميه، لانه اساسا هي الجمعيات العموميه ما كونت الحكومات، اقصد النقابات ما كونتها الحكومات، كونوها العاملين هم بنفسهم، يعني هم اللي خاضوا المعارك، هم اللي كونوا النقابات، هم اللي وضعوا النظم الاساسيه بتاعت النقابات، هم اللي وضعوا اللوائح بتاعتها يعني، فبالتالي انهم هم عندهم الحق في انهم هم يستمروا في النقابه او يحلوها. لكن الدوله هي يعني كمان لانها هي منظم كل شيء في 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 الدوله المحدده بحدود الجغرافيه، هي بتنظم العمل السياسي، بتنظم العمل النقابي، بتنظم الصحة، بتنظم المالية وهكذا يعني، فده كلها هي الحاجات دي بتنظمها يعني. في 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 النظام الديمقراطي ما بتكون في مشكله يعني انه الدوله اساسا ما بتتدخل لحل النقابات يعني، ولا بتفرضها ولا بتعمل، بتكون في بتتيح للنقابات انها تعمل في حريه وفي استغلاليه وتحل نفسها بنفسها اذا هي ارادت يعني. لكن اذا اسال السلطه القائمه الان هي حلت النقابات والاتحادات المهنيه، هل من حقها الحل؟ طيب يعني نحن حسب كلامي ده انا اللي قلته ده يعني انه هي النقابه هي الجهه الجمعيه العموميه دي مصدورة المسلخ دي الصوره المسلخ، يبقى نحن ممكن نجاوب على السؤال ده انه لا،
انه الدوله ما عندها حق يعني ما عندها حق ما عندها حق، لكن هو ما كده ما بينتهي الكلام كده بنقطه. نحن اذا جينا نظرنا للنقابات الموجوده اساسا هي الحلها القانون الموجود اساسا، هي دي ما نقابات تكونت بجمعيات عموميه، هي دي النقابات تكونت بقانون اساسا هو قانون كل العاملين كانوا هم ضده وكانوا بينادوا بالغاءه. يعني القانون كان معيب، القانون بتاع 2004 و2010 هي قوانين نقابيه معيبه، هي كرست لسيطره حزب المؤتمر الوطني للنقابات وبقى جزء من الدولة. النقابات بقى جزء من الدولة، النقابات هي ما كانت نقابات حقيقية، النقابات كانت مشوهة، نقابات لم تتكون من جمعيات عمومية. نحن معاملين أساتذة بتاعين جامعات عندنا نقابة، لكن نحن ما شفنا ما حصل لنا حصل شفنا في يعني انتخابات ولا إعلان لانتخابات ولا جمعية عمومية. طيب كانت كيف كده زي ما قال لك بروف باشا قبل شوية إنه هي يعني تكون بليل والصباح بنلقى إنه هي مشهور. يعني نحن كنا في اجتماع مرة فقام في دكتور قال انا بصفتي رئيس النقابه، يعني كلنا اندهشنا انه نحن ما عارفين انه هو ده رئيس النقابه. طيب انا يبقى انه اقول كلام شنو انه هي النقابات الحله دي هي ما نقابات اصليه، ما نقابات حقيقيه تحل. انا طبعا بفضل لي خمس دقائق، انا ظريف في حته مهمه جدا. يعني الليله اليوم اصدر اتحاد الصحفيين العرب بيان يتضامن مع اتحاد الصحفيين السودانيين المعزول او المحلول. ف هل القصة تتضارب يعني ولا تعليقكم على شنو؟ نازل يزوروا اتحاد الصحفيين العرب من القاهرة يزوروا بيان واضح قالوا نحن ما مع حل نقابة أو اتحاد الصحفيين السوداني. والله نحن نقدر يعني بالتأكيد مواقف نقابات، حتى هي منظمة العمل الدولية برضو تحدثت عن سابقا في يعني بعض البيانات وكذا أدانت برضو حل النقابات. لكن السؤال يعني هل يفهم أشقان العرب وأخوتنا في المجتمع الدولي الطبيعة الاستبدادية للنظام البائد؟ يعني هل يدركوا تماما يعرفوا تاريخ هذه النقابات التي حلت؟ الأحزاب السياسية والنقابات حلت بقرار جميعها، يعني كانت نقابات شرعية مشكلة من جمعيات عمومية ومنتخبة وتمثل فعلا أعضاءه وفئاته ومهنته يعني. لكن الصورة المشوهة دي واللي تماهت حقيقة مع حاجة حتى الاتحادات العربية، هل هي اتحادات ديمقراطية تعبر عن أنظمة ديمقراطية حقيقية؟ نحن الآن في السودان نعتبر نفسنا الآن في وضع ديمقراطي مثالي حقيقة، يعني وضع ديمقراطي مثالي، مرحلة انتقالية صحيح أنها ذات نكهة بشرعية ثورية ولكننا مقدمين على تجربة ديمقراطية يعني عرفناها في السودان وعرف العالم حولنا. يعني على إخوتنا أن يقبلوا يعني هذه الصيغة وكيروا اتحادات تعبر عن قواعدها حقيقة ونقابات تعبر عن كذا. وقتها نحن بعد ذاك ما أفتكر حيسحبوا رفضهم وتضامنهم مع اتحادات كرتونية هيكلية حيستوعبوا. نعم أكيد مكتب التنفيذي اتحاد العمال برضو رفض تسليم النقابة ليها. والله يعني هذه يعني مقاومة بائسة جدا جدا يعني. لكن يعني برفض بكر برفض الدين أنا يعني برضو ما زلت أنا قبل ذكرت نقطة مهمة جدا، ليس هنالك نقابة مش في السودان في كل العالم تنفصل عن المفهوم الايديولوجي. لا يعني انا حقيقه ما قبل يعني بروف ديادين وجد لها مخرج لطيف قال انه ممكن يكون في اللجنه التنفيذيه في اثنين ثلاثه بس ينتموا للاسلاميه ما ينتموا للحزب للبحثيين ينتموا ممكن لكن ممكن يكونوا مؤثرين. ما هي النقابه ذاتها بيحصل فيها تجنيد. طيب هو انا بفتكر انه ده ما هي حاجه طبيعيه. ما نحن اذا قلنا ايوه اذا هي حاجه طبيعيه حاجه طبيعيه ما عندنا مبرر لها يعني. اللي هو انت ما كحزب سياسي ما عندك برنامج. نعم اللي هو البرنامج ده ممكن من تطرحه عبر النقابات؟ تطرحه لا ما بتطرحه بالنقابات، انت عايز تحقق من خلال البرنامج بتاعك يعني حد ادنى من الاجور. وبدراسه يعني الاحزاب دي بالمناسبه السودانيه كلها قاعده تعمل دراسه لتحديد الحد، والدراسه دي بالمناسبه قاعده تكون متجدده طوالي، كل ما يحصل تضخم في العمله وفي في 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 الاقتصاد وانهيار للجنيه العمله السودانيه الاحزاب بتبادر بانها هي بتقدم دراسات. فمثلا كمثال يعني ده واحد من الامثله انه هي الحزب عايز يحسن الحاله المعيشيه، واحده من البرامج في البرنامج بتاعه عايز يطرح تحسين الحاله المعيشيه للمواطنين يعني والمواطنين العاملين يعني. فبالتالي انه هو هم كناس موجودين في النقابات ممكن يطرحوا المطالب بتاعه رفع الايجور او تحسين المعيشه يعني رؤيه يعني.
دي ما مسألة ما مسألة هنا أصلا ما مسألة أيديولوجية, هي دي ما مسألة وطنية في المقام الأول يعني. وبعدين يعني هو عن طريق العاملين الحزب بيطرح المسألة دي. لكن في مشكلة بالمناسبة يمكن كثير جدا من الناس البعيدين من النقابات قد لا يكونوا واعين بها يعني. أنا بوجه كلامي ده لبعض المشاهدين يعني, إنه الأحزاب بالمناسبة قاعد تتضرر هي ذاتها من وجود أعضائها في النقابات. ليه؟ لأنه هو يعني تتضرر بطريقة غير مباشرة, لأنه هو العامل القيادي في النقابة, بعدك هو بيكون جزء من النقابة, بعدك هو يعني بيقوم يعني بينتمي للنقابة يعني بيتحرك كادر حزبي يعني بيتشكل يعني لا بيتشكل في, يعني في, في النقابة, وبيبقى إنه هو نقابي أكثر من حزبي. أنا نقابي أكثر من حزبي. أنا حكي الحوار ده بعبارة قال لي بروفيسور عبد الله علي إبراهيم في حوار قريته معه, إنه لماذا عشقت الماركسية عبرة؟ فجابته كانت بسيطة جدا, لأنه عبرة بتمثل النقابات وتخلي أيوة الطبقة العاملة. وأنا بعد ذاك أنت هو بعد ذاك يعني تمدد فيه إنه والله يا أخي عبرة, وحتى الحياة اليومية والإنسانية في عبرة مش في الاتجاه النقابي ده, البكاء والضرر والتفاصيل دي الناس عبرة مركز في الاستثمار. أنا بفكر إنه مدينة الحديد والنار يعني الحديد والنار يعني العامل بسيط نعم. اللي هو أنا يعني شاكر لكم بروفيسور ضياء الدين محمد السيد أستاذ طب المجتمع جامعة الزمالك الأسري, وبروفيسور بكر حسن أستاذ تاريخ العلاقات الدولية جامعة الزمالك الأسري, ورئيس الدراسات العليا في كلية المنهاج. كتر خيركم كثير, وإن شاء الله نحلم بنقابات أمثل وديمقراطية إن شاء الله تعالى. إذن عزيزي المشاهد الكريم, كان حلقتنا اليوم حوار آخر لحد ما نتقابل في حلقة قادمة. هذه عطر تحياتي وتحيا الفريق العامل. السلام عليكم ورحمة الله.